السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لنها اليوم. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة. واش راكم خياتي؟ إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. توحشتكم بزاف بزاف، توحشتكم قد الدنيا. حبيت هنايا نقول لكم الفيديو اللي فات، سمحوا لي ما جاوبتش على التعليقات صراحة. صبعي حرقته هكذا يا في الفرن وما قدرتش نكتب بزاف لي كومونتير، على بالي الا بديت راني رايحه انشلفتو، سي بوغ سا ما جاوبتكمش. بصح قريت كامل التعليقات، على بالكم باللي ما خليت حتى واحد. هذاك الكلام العزيز محال واحد ما يقدرش يقراه. نقول لكم ربي يرزقكم سعادة الدارين وبر الوالدين، اللهم امين يا رب العالمين. والله العظيم غير عيني عليكم بارده. واش نقول لكم؟ نقول لكم يعطيكم الف صحه، نقول لكم يعطيكم ما تمنوا، نقول لكم جزاكم الله خير المليحه كامل. راني ندعيها لكم كيما نتوما تحبوني وتقولوا لي كلام شباب. انا تانيت كيما نقولوا ربي اللي عالم، دائما ندعي لكم عن ظهر غيب كيما كنتوا هكذايا. كل وحده تقول لي كلمه مليحه نقول في قلبي ولك بالمثل ولك بالمثل، وان شاء الله رب العالمين يكون سمع الدعاء تاعنا. ان شاء الله خياتي اليوم انا رايحين نديروا روتين كامل متكامل. انا رايحين نديروا حاجات بزاف 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 في هذا الفيديو، يعني من الخميس وحنا يا رايحين نجيبوها الجمعه ونلحقوا حتى للسبت. تعرفوا درت لكم هكذا يا الويكاند كامل واش درت فيه باذن الله. راهو رايح يكون فيديو متنوع ومتميز كيما العاده والعوايد. هنايا رانا رايحين خياتي نتشاركوا الوصفه تاع الكيك هذايا الماربلي باذن الله. انا رايحين نشوفوا مباشره واش انا رايحين نسحقوا في هذا الوصف. زوج حبات تاع ولاد الدجاج عندي هنايا، الفاني عندي هنايا، باكي تاع لاليفيغ شيميك عندي منايا، مغرفه تاع الكاكاو عندي هنايا، نص كاس تاع مايزينا راني رايحه نديرو باش يجيني خفيف، عندي نص كاس سكر، سكر العادي اللي نشربو به قهوه حليب، عندي هنايا نص كاس زيت، نص كاس حليب، ومال هيك عندي كاس ونص تاع الفارينة. نقدروا نكملوهم كامل هذاك الكاس ونص تاع الفارينة، نقدروا نديروا كاس وشويه، هذا على حسب الكبر تاع البيضات هكذا. وندير هدايا نص كاس تاع السكر ونبدا نخلط. هنا مول ما خلط شويه نزيد هذا الزيت نص كاس، واللي حبت شغل عندها مول كبير حاجه باينه دوبلي. نزيد هذا الحليب هكذا وهذا الفاني ونكملو نخلطو. ودوك نجوز نعمر نص كاس تاع المايزينا، يا راهو رايح يعطينا خفه هايله للكيك تاعنا. وما مي بات ولا كيما نقولوا يقعد حتى يومين، راهو رايح يقعد على حالو. هاولي كان هنا كيلت نص كاس تاع المايزينا، نجوز نحطو هكذا قبل باش ما يطرش عليا. على باش يوصلكم الصوت تاع هاد الباتر. نزيد هنا ندير الكاس الاولاني تاع الفارينة، من بعد رانا رايحين نشوفوا الخليط تاعنا الا راهو راح يستوعب نص كاس كامل، ولا نزيدوا له ربع هكذا. كاس نعمروه مليح هاوليك. هذا بالنسبه للكاس الاولاني هكذايا، شوفوا محطوط داخل شوفوا هنا هاوليك نص كاس تاع فارينة. انا ندير منه نص، هذاك راني رايحه ندير نص كيما قلت لكم هكذا. شوفوا انا هنا القوام اللي عندي راني رايحه نخليه كيما راهو، مانيش رايحه نزيد له باسكو البيضات تاعي ما كانوش كبار بزاف. معناتها درت في هذوك البيضات تاعي الصغيرين كاس وربع تاع الفارينة ونص كاس تاع المايزينا، كلش معناتها زوج كيسان غير ربع. هنا يا خياتي نجوز نقسم هاد العجينه على زوج، نص نخليها بيضه ونص الثانيه نزيد لها هاد الكاكاو باش تعطيني لون شوكو. اسنو قبل وناني رايحه هايلك الخميره الكيميائيه ما درتهاش، راني رايحه راني مخليتها حتى راني نخزر فيها ونقول لها انتيا علاه ما راكيش لداخل. نزيد انا نخلط برك شويه هاد الباكي تاع لاليفور. هايلك العجينه تاعي، شوفوا الكميه الكبيره نخليها هنايا في الغيسيبيون، وهذه اللي حندير لها شوكو نديرها هنا. بصح لازم كيما نقولوا حنا ثلاثة أرباع هادوك
الكميه الكبيره اللي نخليها هنايا هكذا، هذه اللي راني رايحه نديرها في المول تاع الكيك. وهنايا هاي لك هذا الكاكاو تاعي، دوك نجيب انايا باسوار باش ما تخليليش هذوك الحبيبات، نصفيها باش نديرها لداخل. هاي هنا طابت، خليتها برد شويه. هاي انا دوك هنا نجوز ندهنها بشويه تاع معجون تاع المشماش ولا اي معجون عندكم في الدار. انا هذه راهي فاتت شويه، دوك نمشيه هكذا. ومن الفوق تزينوها سوا بلوز ايفيلي ولا تخلوها نورمال، انا حبيته كيك يومي عادي، ما حبيتش ندير له حتى حاجه من الفوق. الكيك تاعنا راهو واجد، هاوليك الشكل تاعو النهائي كيفاش تقطع. كيما قلت لكم مقبل انا درت غير زوج بيضات برك، لو كان درنا 4 بيضات راهو رايح يجي الحجم كبير، انا ما نحبش هكذا كيطول بزاف، ماذا بيا ندير كونتيتي صغيره وكي يخلص يحلها ربي، نزيدو حاجه واحده اخرى. هذيك فكره برك، واللي عايله الله يبارك يقدروا يضعفوا المقادير. شوفوا كيفاش جاجه ما شاء الله، وجا اسفنجي يعني جا هايل. تقدروا هكذايا تحتفظوا به بهذاك البلاستيك الغذائي، اكيد راكو رايحين تصيبوه يقعد على حاله. كانت هذه هي اقتراح طويله تاع الكوتي تاع الاطفال كي يجوا هكذايا من مسيد، حاجه خفيفه ظريفه باذن الله تكون عجبتكم واستفدتوا من الافكار تاعها. دوكاتي كان خياتي واش نقول لكم، نقولكم نكملوا مع باقي الفقرات المتنوعين اللي رانا رايحين نديروهم، وان شاء الله فرجه ممتعه لباقي فقرات الفيديو. مكملين خياتي في الروتين تاعنا هنايا، رانا في الصالون. هادو مالي بلاكار اللي مداريه دائما، شحال من خطره شاركتكم بهم، شاركتكم كيفاش ربحت هذاك يعني هذاك ليسباس اللي جاي تحت الدروج، هذاك تريونغ اللي جايني تحت الدروج تاع بيت وائل وحولته بلاكار. الا راكم مهتمه راني رايحه نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. فهنايا حبيت نخمل هذا البلاكار، فرغت منه حاجات سحقيتهم، جبت حاجات رديت حاجات، وهنايا فيديت هذا البلايص اللي راني دايره فيهم هكذايا لي فاز، باش راني شغل حابه نخملو وندير شحال من حاجه لداخل اللي باش نصيبها على يد. هنايا نرجعو خياتي للجيل فليكس اللي صبت عليه اسئله بزاف بزاف يعني لا تعد ولا تحصى. قلتوا لي انا وال هذا الجيل فليكس كيفاش تغسليه، كيفاش انتي تحبي تزرزق، تحبي الماء، كيفاش راكي رايحه تتعاملي معاه. رانا حابين نديروه مي بصح رانا خايفين. عطينا شويه كيما نقولوا فكره عليه، وقولي لنا كيفاش تمسحيه. انا صراحه كيما راكو تشوفوا هكذايا، انا النصيحه اللي نصحها لي اللي خدم لي هاد الجيل فليكس قال لي يا مدام بلاكي برك كيما نقولوا مواد التنظيف، يعني الجيل فليكس ما يتمسحش ولا ما يتغسلش اباغ بسائل الهدايا تاع المعن، يعني ما نقدروا نديروا له لا لافسول ولا نديروا هكذايا مانيش عارفه اي ولا لو جافل ولا ماشي على حاجه واحده اخرى. مي بصح راهو رايح يبهت الالوان، وراهم رايح اشاك فوا نمسحوه خاصه بلو جافل، اشاك فوا لو كان نمسحوه بلو جافل راهو رايح يولي اللون تاعو باهت. قال لي استعملي غير هذاك السائل تاع الاواني هو اللي راهو رايح يخليه لك يبريي. صراحه انا كي غسلت به النتيجه هايله. شوفوا انا يعني ما درتش هذاك المال كبير كبير، هذا صالون اونتولي كما راناش مسحقين هذوك الزرازق الكبار، ربما كيما الكوزينه. وانا درت في حسابي نهار اللي خممت ندير جيل فليكس يعني دايره في بالي اللي ما رانيش رايحه ندير هذاك الزرزيق اللي كنت مداريه نديرو. انا عمدت عليه باسكو شباب وحبيت نبدل شويه من الارضيه تاعي اللي كانت غرانيت، وسي بوغ سا عمدت عليه. ودوك هذيك راني مسحتو كيما كنتو تشوفو كيفاش راهو يبري، والله العظيم غير ولا يشعل شعيل ما شاء الله. درت له غير هذاك سائل تاع غسيل الاواني، درت شويه في البيدون وحشاكم وحشا قدركم، مسحتو ورجع يبري. ما عندي ما نقول فيها، وليك على عينك يا تاجر ما نشكرش فيه، راهو يهدر على روحو.
مسحة خفيفة، هو سهل المسيح، مسحة خفيفة هو يولي بريي ودقيقة ينشف ويولي لاباس عليه. انا راني قربت لكم هكذا الرؤية مليح مليح، ونزيد نذوب خياتي. قلتوا لي شحال شريتيه المترة؟ شريته 125,000 للمترة، وتقريبا قريب 30 متر هكذاك ابيبخي اللي خدالي في بيتي وفي الصالون. ولاكم مهتم عليه اكثر واكثر تفاصيل، نحط لكم الفيديو اللي خصصتها لهدايا جير فلكس باذن الله. هنايا جوز نطيبوا شويه طعيمه بالمريقه، الله الله مريقه حمراء كما راكم تشوفوا. هذاك الطعام تاعي غسلته، كنت سبقت وشاركتكم كيفاش انا نتعامل مع الطعام. نخلي لكم الفيديو باذن الله في صندوق الوصف، كنت درتو بلوبيا ماشتو، هذاك الطعام جميل شبع. شاركتكم الوصفه بالتفصيل. هنا عندي شويه تاع الدجاج، شويه تاع السمن، عندي قرعه وعندي زروديه، حبه بطاطا. هذه هي الوائل، وائل لا ياكل غير البطاطا في الطعام، خليتها هكذاك صحيحه باش نصيبها. ودرت هنايا الكرافس، ربطه تاع الكرافس يمد وحده الريحه في الطعام. اللي ماشي مداريه ديروا بالكرافس والزروديه والقرعه، تجربوا ترجع لي الخبر، يجي من اروع ما يكون، تجي طعيمه وعليها الكلام، خاصه الريحه هذيك. وتاني على بالكم الحاجه الخضراء في الخضروات هكذا، هذا السلق ولا هذا كرافس، شحال فيهم الفيتامينات. درت كيما شفتوا شويه زيت وشويه سمن، حطيت هذاك الدجاج تاعي معها شويه تاع البصل وشويه تاع الحميصه، وراني نقلي فيهم هكذايا بالطبع والشان. انا ناخذ وقتي مليح مليح في التقليه. درت شويه ملح، شويه فلفل عكري، هذاك فلفل قناوه صغير، شويه راس الحانوت، والملح هذا ما كان. هذو هما التوابل اللي درتهم، قليت مليح مليح ومرقت بهذاك الماء سخون. من بعد حطيت مور مغلى، حطيت هذاك هذيك الخضره تاعي لداخل وخليتها طيب على غرضها. نقصت للفرنو وخليتها هزت هذاك الكرافس، حركت مليح، نرفدو حاجه بين هذاك الدجاج الفوق باش يجينا ساهل نجبدوه من غير ما نكسرو. جست فورت هذاك الطعيمه تاعي وخليته يطيب. جست منايا هذا الكرافس تاعي اللي عندي عليها اسئله بزاف بزاف. تقولوا لي يا نوال اسكو براتيك البوشون تاعها فركي ولا وشنو؟ شوفوا راهو شغل حطب كيما راكو تشوفوا فيه، يعني ساهل ما يتكسر يابس. قلتوا لي اسكو يتغسل نورمال؟ يتغسل. انا رايحه نشارككم، قلتوا لي شحال ترفد تاني هذه الكرافه؟ ترفد لترا تاع الزيت، يعني لترا كامله كي تعمروها الله يبارك، راهي كي البيدونه. ونغسلها عادي، راهي زجاج يعني ما فيها حتى مشكل. البوشون على بالي نتوما اللي اكدتوا لي عليه وقلتوا لي وين شريتيها. انا شريتها في عند اندكس كينزو في هذاك الحانوت تاعو، هذا دوك هذيك خلصوا له. مي بصح جاب لي ربي، جابوا هكذايا اشكال جدد، خرجوا هذوك المغبغي، هذوك خرجوا هذوك اكارو كيما هذه، جاب لي ربي ما كاش. انا عندي مده طويله من اللي شريتها، ماشي نهار ولا زوج. مي بصح كاين جاب لي ربي عنده هو في محل ما بنك تراهم، يعني هاد لي كاغف اني شايفتهم عندهم. قلت لكم مي بصح اكارو ماشي هكذايا، اللون البيضة كامل. هام لك معناتي غسلتهم حطيتهم يقطروا الله الله. انا نحب الحاجه تاعي كي نخدمها ما نخليهاش هذوك الماء اللي ندوزن بهم في حياتي، ولا نخليهم هكذاك نقول حتى مور الفطور ونغسلهم. بالعكس دائما نرجعهم سيغ بلاص في بلاصتهم هكذايا باش ما تمرمدليش الحاله. القليعه تاعي تاع الزيت عمرتها وحطيتها في بلاصتها. جست هنايا تسقسيوني تقولوا لي الاواني تاع الاينوكس، انا هاد القدره والكسكاس راهم من سنوات. شوفوا تقولي ما طيب فيهم الماكله، نغسلهم سيغ بلاص. هادو ما من الحاجات انا اللي نشفهم، سبقت وقلت لكم خياتي انا الماعن ما نشفهمش، خاصه الكيسان وطباسه نحطهم يقطروا حتى نصيبهم نشفو وحدهم، نحطهم على سربيته ولا حاجه اللي تمتص. مي بصح هاد النوع تاع زعما فون ولا هذا قدر كسكاس، خاصه هذاك الكسكاس اينوكس الا خليناه ينشف وحده راهو رايح ينشف كامل وهو مضبب، هو منقط ما راهوش رايح يبان، شغل كيما المرايا يشعل شعل. هذا واش حبيت نقول لكم. البوتاجي تاعي غسلته حاجه باينه، الفرن تاعي نقيته، هذيك الطعيمه اللي قعدتها هاي اللي كلهيك في القدره والكسكاس تاعهم مغطيين بطرشون مقيقي، وهذوما منايا القدره هذيك والقصعه تاعي حاجه باينه. نخليهم ينشفوا مليح مليح باش نخبيهم في بلايصهم. راح لي هذاك المقطع كي طاب الطعام وصورته، ولا ما على بالي شي لما صورتوش كامل. المهم والله ما لقيتو هذاك المقطع كي كنت ندير في المونتاج ولا تلف لي. المهم هذيك طعيمه كليناها بصحه، ولهنا جات واحد المريقه ان شاء الله حمراء، وهذيك الخضره جات جاهي. هنا يا مول ما دوشنا كامل على بالكم الجمعه. انا صراحه ما نحبش نجبد فيها الحوايج الشغل، مي بصح الحوايج مور الدوش لازم يتغسلوا، انا ما نحبش نخليهم. السطح راه الله يبارك خوجه السطح، والماشينه راهي رايحه تغسل وحدها، ماني حندير لها حتى حاجه. انا استعملت اليوم هدايا سائل الغسيل هدايا تاع الحوايج، هدايا الوفير ايكونوميك هدايا، ريحته ما شاء الله وينقي بالطبع والشان.
كنت سبقت لك الماشينه تاعي، انا كي نغسل حاجه هكذا يعني ما عمرتش بوشون تاع السائل، ودرتها هكذا شغل غابيد غير 14 مينوت راني درتها تغسل، وجست لهدايا هنايا هاد المعطر تاع الحوايج، عندي هذيك الزربيه تاع الصلاه، انا كل حاجه نوتيليزيها لاول مره نحب نغسلها، وهذا انا جاني على خاطري، هو هكذا يريح ما شاء الله، هذا نقدروا نغسلوا فيه فبالماشينة نشلو به يعني، ولا حتى هكذا يا باليد، انا شغل نقعت هاد السربيتة تاعي في هذاك نص بوشون، زدت عومت لها المال هذاك الليان، وشوفوا والله غير ريحته جات ما شاء الله، تقولي ورد هكذا يا ورد، هو ورد، نشرت هذيك الزربيه تاعي باش ندشنها للصلاه باذن الله، هكذا يا تريح لي بهذاك العطر تاع هذاك الريحه تاع الورد، ودعاء انه ما ننساوش دائما بالجمعه قراءه سوره الكهف، ولا نقراو القران ماشي غير سوره الكهف، مي بصح ماذا بينا هذيك الصبيحه نقراو فيها سوره الكهف، والعشيه نزيدو نقراو صفحات من القران، ان شاء الله رب العالمين يتقبل منا. هنا يا خياتي نكمل الروتين تاعي اللي راكم تشوفوا فيه هكذايا، حاجات رانا نديروهم كل يوم كيما العاده والعوايد، وما نحبسوش دائما كل حاجه نخبوها في بلاصتها باش ما ترونش علينا الحاله وما تتخلطش علينا الدنيا. هنايا هاد كانت اول جمعه خياتي اللي كيما نقولوا صلوا فيها المصلين، ان شاء الله انا سمعت هكذايا شغل كان كلش قدامي، انا صح نسمع هذيك الخطبه كل جمعه ولا كل صلاه، مي بصح كي تفتحوا البيبان للمصلين نعمه كبيره، ان شاء الله ربي يدومها على الامه الاسلاميه. خياتي انا هنايا واش نقول لكم، نقول لكم الفيديو تاعي وصل للنهايه تاعو، ونقول لكم باللي كانت كما نقولوا وقيت معاكم جاز ما شاء الله، والقسره معاكم ما تنشبعش، انا ما منكون بعيده هكذايا بصح نحس اللي راكو تسمعوا فيا، ونحس كل اللي رانا قراب هكذايا كي نكونوا نقصروا. سجلت لكم مقطع من صلاه الجمعه نخليه لكم دوك هذيك تسمعوه، نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، وتبقاو على خير وجه الخير.